في الفيديو ده هتكلم معاكم عن فن العلاقات وعن ازاي نقدر نقيم العلاقات اللي بتبقى موجودة في حياتنا، وازاي نقدر نعرف ان هي علاقة حقيقية او ان هي تستاهل فعلا ان هي تكون موجودة في حياتنا او لا. سيدنا علي ابن ابي طالب بيقول حكمة جميلة جدا جدا في فن العلاقات، يعني ان احنا ما نحكمش على حد غير في ثلاث حاجات. اول حاجة شدة تصيبك ان انت يعني يحصل لك مشكلة او تمرض، يحصل لك افلاس مثلا في حياتك، يحصل لك اي مصيبة او تعب نفسي او ايا كان، تكون انت يعني في شد يعني في شدة في حياتك. الفترة دي هي دي بس اللي نقدر نقيم فيها الشخص اللي قدامنا، لان هو في الحالة دي لو كان جنبنا وفضل ما قدرش ان هو يسيبنا وفضل مستمر معانا، فدي حاجة بتدل على ان الشخص ده حقيقي يستاهل ان احنا نحطه فوق راسنا وان احنا يكون موجود في حياتنا، وان هو نقدر فعلا نقيم يعني العلاقة وان احنا نستمر فيها وان احنا نقدره زي ما هو بالظبط وقف جنبنا في ازمتنا. تاني حاجة نعمة تصيبه ان هو يعني مثلا ايه يحصل له حاجة كويسة، ان هو يعني يترقى، مستوى المادي يتحسن، ان هو يعني يحصل له حاجة في حياته، نقلة كده كبيرة في حياته فمستواه يعلى. فالإنسان لما بيحصل له حاجة في حياته وبيعلى، أو إن هو مثلا بينجح في حياته وبيكبر في حياته. بعض الناس للأسف الشديد، طبعا مش كل الناس، لأن في ناس كويسين جدا ومحترمين جدا، في بعض الناس بتبقى يعني مجرد ما تنجح أو مجرد إن هي ما تعلى أو مجرد ما مستواها بيبقى أعلى بقى أو بتترقى أو المستوى المعيشي بتاعها بيكون أفضل، بتتعامل مع الناس بدونية شوية، بتتعامل مع غيرها أو الأقل منها شوية، بتبقى شايفة نفسها عليها، أو إن هي بتبقى شايفة إن أنا لأ، أنا في مستوى تاني وأنت خلاص يعني ما بقيتش من مستوايا. دول الناس اللي هي بتبقى من جواهم ناس مش سوية وبتكون بتتعامل بتعالي فبالتالي هو دلوقتي ذكر 3 مواقف نقدر نقيم فيهم فن العلاقات. لو حد فضل زي ما هو وما اتغيرش، لان في للاسف الشديد في ناس كتير لما بس طبعا مش نسبة كبيرة، يعني اكيد في زي ما في كويس زي ما في الوحش، في كويس، في ناس كويسين جدا، بس الفكرة ان للأسف الشديد وخصوصا في زماننا في بعض الناس بتبقى بتتغير في الحالة ديت وبتبقى بتتعامل بتعالي والمعاملة بتتغير، ما بتبقاش زي الأول تمام. تالت حاجة جفوة بينكم، ان يحصل مشكلة. الإنسان طبيعي جدا ان هو في وقت الانسجام او وقت الخروج او وقت يعني لما بيكون في يعني العادي في العادي بيكون المعاملة كويسة جدا جدا وتكون الدنيا تمام والدنيا جميلة في التعامل وكل حاجة كويسة، بس لما بيحصل خلاف او لما بيحصل مشكلة، لما بيحصل خصام، لما بيحصل يعني حاجة كبيرة مثلا او موقف ايا كان بقى الموقف ده ايه، فهنا بيظهر بقى معدن الانسان الحقيقي وبيظهر ان هو هل هيسيبك، هل هيفضل معاك، هل هيغلب قلبه الطيب او معاملته الكويسة معاك، هل هيتخلى عنك. فبالتالي الانسان يقدر يقيم، يعني انا شايفة انه يعني انا بحب جدا جدا اقوال سيدنا علي، لان دايما بحس ان هي فيها من الحكمة يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني حكمة كبيرة جدا جدا. فدي ال3 حاجات اللي هي يعني ال3 مواقف اللي نقدر نقيم فيهم علاقتنا ونقدر نعرف الشخص اللي قدامنا ده هل هو يستحق يكون في حياتنا، هل هو كان معانا فعلا في وقت ازمتنا، هل هو متغيرش معانا، هل هو تخلى عننا في وقت خصام، وقت زعل، وقت مثلا كان فيه خلاف مثلا معين، وقت اي حاجة.
فبالتالي احنا بنقيم بعد كده عن طريق الثلاث حاجات دول. وطبعا اكيد المواقف كل مش يعني احنا ما بنقيمش بالكلام، بنقيم بالمواقف. اكيد بيكون في مواقف بتظهر الشخص ده ان هو قد ايه شخص كويس، قد ايه شخص متمسك بيك، ان هو مش عايز يخسرك، فبيبان في مواقف كتير. فانا حبيت اعمل الفيديو ده لان في بعض الناس بتقولي احنا ما بقيناش قادرين نحكم الشخص ده احنا، لان في اوقات ممكن نضيع فعلا ناس تكون كويسة جدا جدا في حياتنا وما نبقاش عارفين، بسبب ان في ناس مثلا تانية للاسف شديد كانوا ظهروا في حياتنا في فترة من الفترات، فاحنا بنعتقد ان يعني ممكن يعني يبقى ايه، يبقى في مشكلة سواء صداقة سواء غيره. فمهم جدا ان احنا يعني نركز في الثلاث نقط دول ونقيم عليهم فكرة العلاقات. بس ده كان الفيديو، والفيديو قصير فحبيت ان انا اتكلم فيه. لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وسبسكرايب للقناة، ونورتوني جدا جدا وبحبكم جدا. باي باي.